البداية هدف يعني الكثير، هدف يعيدهم إلى المباراة. الله على الإثارة، هدف في التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. ممتاز نقل اللعب الآن في الأمام، ممكن نشوف هدف تقدم في لحظات قاتلة. تسديدة من كريزمان، فرصة للتقدم في المباراة ويفعلها الآن. الله على الكرة، يخطف المقدمة في الدقائق الأخيرة، قد يمنح الفريق الفوز في هذه اللحظات. لم يتبقى الكثير، يا سلام على النهاية والتوقيت. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. توني كروس، بطبيعة الحال الفريق متقدم في النتيجة ويحاول جميل. الكرة البينية من بنزيما، حرفية في وسط ال 18، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. كريم بنزيما، الحكم تسديدة من كريزمان، فرصة للتقدم في المباراة ويفعلها الآن. الله على الكرة، يخطف المقدمة في الدقائق الأخيرة، قد يمنح الفريق الفوز. الإدارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. كريم بنزيما،